السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان جميعا، تبارك الله الإخوان جميعا. اليوم إن شاء الله غادي نهضروا على مرض الميغا باكتيريوز، الميغا باكسه ولا البريفونتريكيل ولا كما نقولوا مرض ديال القنصة. هذا هو اللي كاين، هذو هما الأسماء ديالو. غادي نعاودوا إن شاء الله سامي باش نتأكدوا مزيان ونهضروا مع الإخوان، نعاودوا نشرحوا مزيان، لأنه دار ضجة، دار ضجة بالنسبة لنا. واحد الدواء بشري ديال الفليكونازول، ويعني وسع عليه الاخوان بزاف، وراه بزاف معنا اخوانا بزاف تيعرفوا بزاف، ولوباس كي اللي كيشكر وكي يعني فرحان قال لك 4 ايام داو الطيار ما كانش كنقدر كاع يعني شهر ونزل خالد التفاح ولا شهر كيموت فيه الطيار ودار ضجه. هذا هو علاش ان شاء الله اليوم غادي نحاولوا نديروا انا والسي علال، يعني نحاولوا ثاني نعاودوا الدرس. الدرس راه كان راه ديجا نديروا، ولكن غادي نعاودوا ان شاء الله كله باش يكون فيه الشرح تام وكافي للاخوان كاملين كيفاش علاش اشنو السبب تختارنا ذاك الدواء ديال الفليكونازول، ونعاودوا الدرس على الميغا باكسيريوز كامل. اخوان اللي راه نهضروا على المرض ميكا باكتيريوز ولا الميكا باكسا ولا كما قلنا البريفونتريكول ولا مرض القنصه، اللي كان معروف راه معروف هو قديم، يعني الناس الخبراء والباحثين اللي بحثوا في هذا الشيء البيطريين والناس الاطباء اللي بحثوا فيه شحال هذا سنين، ومع المده بقوا كيوصلوا لهذ النتائج هذو. بالنسبه لهذا المرض هذا كما كنقولوا كيتسمى يا اما المرض البريفونتريكول ولا الميكا باكتيريا ولا الميكا باكتيريوز، كل واحد كيفاش كيسميه. وكان معروف كما قلنا في القديم في الطاليان، كانوا في الايطاليين كانوا كيسميوه مرض واحد سميتو المرض كيسميوه ميكوز كاتغفاه، يعني ميكوز 80، هي لانه ظهر في الثمانينيات عندهم هما، وديك الساعه باقي الابحاث وباقي يعني ما كانوش عارفوه مزيان باش يجيو شي علاج ديالو يعني 100%، يعني كانوا كيسلكوا صافي مع يلاه بادي ديك الساعه يلاه كان بدا عندهم، يعني باش عرفوا يعني التاريخ ديال هذا المرض هذا ماشي متبادي، هذا هو اللي كاين. المهم هذا المرض هذا راه كتعرفوا انه خطير، يعني اذا ما من الامراض اللي ما كتبغيش، يعني اذا كان هو هذا بالضبط خاصك تشخص المرض وتعرف تشخصه مزيان، لانه الا اعطيتيه شي دواء اخر شي انتيبيوتيك اخر تيقدر يزيد عليه الحال. كيبغي دائما تعطيه الدواء ديالو بحال خالد التفاح ممكن مثال غادي نجيو نذكروها من بعد ان شاء الله. المهم هذا المرض هذا الاخوان كنعرفوه بالاعراض ديالو، الاعراض ديالو كيفاش كنعرفوا دابا الطائر باللي راه مريض عنده الميغابكتيريا، ومن الاعراض ديالو كيبان لك الطير تسيف، كتقلبو كيبان لك تسيف وفيه شويه الخمول وكت سميتو كتلقى الفرخ كيولي ياكل بزاف، يدير ديك الزوان ديما عياكل ديما كيف حنا ديما جيعان، حنا ما كيشبعش من الماكله. علاش؟ لانه ما كيستافدش من ديك الماكله، هذا المرض هذا هو ما كيخليش يستافد من هذه الماكله. علاش؟ كيبان ديما كيبقى ياكل، يبان يهرسك في الزوان مدقدق وجاري الزوان وكاع النهار هو ياكل في يطلع اللافه، لان عنده مشكل حنا ما بقاش كيشبع، رغم انه ما كيشبعش، لانه هو المرض هو كيخلي لي هذا المشكل، هو اللي كيدير لي هذا المشكل، كيبقى ياكل دايما. هادو هما الاعراض، كيبان لك هاد الاعراض هادو في الاول كتشك في الطير، هذا هو اللي كاين. زياده على هذا الشيء كتلقى ثاني سميتو كتلقى ديما كيما حدا العلافه وداك الشيء، وكتشوف البراز ديالو، البراز ديالو واحد المرات كيلوح الحب صين، كيلوح الماكله صينه مع البراز كتبان لك خارجه مع البراز، ولا بعد كتلقى البراز ديالو فيه بحال الموس، يعني رقيق بحال الخيوطه. هذا هو الاسباب ديالو من الاعراض ديالو. زياده على هادشي من الاعراض ثانيه كتشد الفرخ، بعض المرات كتشك علاش كي كتشد الفرخ كتقلب ليه كرشو، كتسرد البطن ديالو كتطلع البطن ديالو كتلقى جيت الامعاء ديالو جيت الكونيسا وداك الشيء، والبصار كيبان بحال كيتخبطوا، هذيك راه ديك الحويصله يعني في الغنصه الماكله ما كتطحنش مزيان، ما كتطحنش مزيان كتبقى تخبط كتبان بحال شي حاجه تخرج من الكرشو والبصار كيتخبطوا بحال شي طاحونه، هنا كتعرف بلي راه المرض ديال الميغا باكتيريا. هذا هو اللي كاين. وبعض المرات ثاني كتظهر على العلامات في المنقار ديالو، كيبان لك المنقار ديالو كيبدا يزرق يعني كيولي زرق، هنا كيبان لك هاد العلامات العرب اللي راه الميغا باكتيريا. بالنسبه للاخوان المسببات ديال هذا المرض هذا، شنو اللي كيسبب لنا هذا المرض؟ هذا المرض هذا كما كنقول ليه الميغا باكتيريا، وهاد السميه هي ديال يعني كما اسم على مسمى ميغا باكتيريا، بحال قلتي البكتيريا الكبيره، يعني البكتيريا ميغا هي كبيره وباكتيريا هي البكتيريا، يعني ميغا كبيره كتكون ديما كتعيش في القنصه، يعني في البريفونتريك ديما عايشه، ولكن ما كتبانش يعني خامده كتكون ناعسه. امتى كتبان؟ حتى كيحلوا لها الظروف، يعني كيخلى لها المجال، يعني كتصوب لها الظروف ديالها عاد كتحيا هي وكتبدا تتكاسر، تما فين كتهلك الطعام. امتى كتبدا تتكاسر؟ مني كتكون كيخليها الجو، يعني كيتصوب مني كتتابع النسبه ديال الحموضه في لابريفونتريكي، كتهز النسبه ديال الحموضه بزاف، يعني البي اش كتهز الحموضه بزاف، تماك كتحل لها المجال كتبدا تتكاسر هي فين ما كتبقاش تطحن الماكله، كيمشي داك النظام ديال الجهاز الهضمي كيخسر، كتخربقوا هي
وما كتخليش الماكله تبقى تطحن، يعني باش كمفهوم بحال بعد عندنا بعد المراره كتلوح المعده عندنا باش ديك لاسيديتي ديالها كتعاونها باش تطحن داك الشيء. هو ملي كيكسر داك البي اش ما كيبقاش تطحن الماكله، علاش؟ كيبان لك داك المسار داك الشيء ولا كيجي الكرنسه كتبقى بحال باغا تخرج من الكاش، كتبقى تطحن تطحن ولكن ما كتطحنش الماكله، يعني كتبقى كدير واحد لي فور كبير وما كتطحنش. هذا هو اللي كيقول لك كتخرج الصينه مع البراز، لان داك البي اش كيرتفع ما كتبقاش تطحن داك الماكله، ما كتبقاش ما كترقاش ما كترقاش مزيان باش تطحن. هذا هو المسببات ديالها، هو داك البي اش كيطلع. وشنو المسببات ديال هاد البي اش اللي كيطلع باش كتكاثر هاد الميغا بكتيريا؟ البي اش مني كما قلنا الحموضه مني كترتفع، مني كترتفع السبب ديالها هو سميتو الدهنيات، كتكون الدهنيات بزاف يعني في هذاك على الطائر اللي كياكل بزاف الحبوب سميتو اللي فيها الدهنيات بزاف، بحال الحبوب السوداء كثير بحال دابا الزريعه دوك زريعه اللاف دوك كاع دوك الزرانع اللي فيهم الدهنيات بزاف، الا بقى لك نعطيو عليهم بالكثره ومع المده كيتصاب بهذا المرض هذا، كتكثر ليه ديك الدهنيات هي اللي كتسبب ليه هذا المرض هذا وكتخسر ليه البي اش، كيولي تهز البي اش ديالو. هو نورمالمون بالنسبه للبي اش يعني العادي ديال الطائر اللي معبور الطائر صحيح كيتجاوز ما بين جوج ونص لثلاثه تقريبا تقريبا، هذا هو اللي كاين. وبالنسبه للماكله اللي كتسبب، هو ديك الماكله كما قلنا كاع هاد الماكله اللي كتسبب هاد الشيء الدهنيات حبوب، نعطيو البيض بزاف كمثال والزيوت اللي كتكون مزيسه الخرطال، هادشي هو اللي كيسبب هاد المشاكل هادو. المهم نشوفوا الاخ علال حتى هو الى عنده شي زياده ان شاء الله ونكملوا الدرس. السلام عليكم. غد شكرا سي حسن على المداخله ديال القضيه. انا بغيت نعرف غير بهذا المرض هذا، التعريف ديالو ولا الاكتشاف ديالو تكتشف في 1970، ولكن الدراسات اللي هما مهمين شي شويه تداروا في 1984. 1984 جا واحد العالم سميتو فان هيرك، هذا هو اللي قال لهم اودي بان راه ميغا باكتيري، واحد ميغا كبيره بزاف، من تما سموه ميغا باكتيريوز، على سموه على الاسم ديال ديك هذاك سميتو. ولكن في عام 2003 غادي يجي واحد العالم اخر غيقول لهم اودي بلي هو غادي يبرهن لهم لان راه ماشي باكتيري هذيك، لان هذاك راه واحد الطفيلي، وهذاك واحد الطفيلي كيعيش تما في الميغا باكتيريوز، وهو هذاك الطفيلي يعني هذا الخطر ديالو انه هذا انتهازي، بمعنى انه راه هو غا ناعس، ولكن غا كيتلقى الفرصه خصو كينوض. ملي كينوض تما كيدير واحد بخسائر قبيحه بزاف، وهذا قبيحه مزيان، لانه هو هذاك داك الشامبينيون اللي كيقولوا له ولا الطفيلي اوبورتينيست يعني انتهازي. اش كيدير هو ملي كياكل كيطلق لينا لامونياك، يعني في داك الكاتابوليزم ديال الاحماض الامينيه، لان ملي كيدقدق فيهم كيبدا يطلق لامونياك. الور هنا البي اش ديال المعده كيتدقدق وكيوصل حتى لسبعه، في كما قال هذاك العالم ملي قال لك ملي كيوصل لسبعه الطير كيولي ديك البروفونتريكيل ديالو كتولي بحال شي نفاخه، اللي داك الشيء علاش كنلقاو بحال شي جبال كتجبد، كنلقاو ديك القنصه ديالو ملي كتشوف الطير القنصه ديالو ملي كيتصاب بالميغا باكتيري كتولي غدور، فاسميتو كدور لان القنصه كتمعس في ديك المعسه ملي كيكون داك الحبوب ما مطحون ما داجوش في الاسيد، وداك الشيء ما ترطبوه في الاسيد والمسائل، اش ملي كتماس كتدارج ما كيتطحنش ليها وكتبدا تدور، هي كتبان لك كدور في الكرش. في هذا في 2003 تعرف كما قلنا تعرف لان هذا راه طفيلي من تما تعطاتو السميه، والسميه ديالو لاول مره غادي يقولها في هذا هو سميتو الماكو غابديس اورنيتوغاستا، هذه هي السميه ديال دابا هاد الطفيلي هذا اللي كيضرب البروفونتريكيل، هو سميتو الماكو غابديس اورنيتوغاستر. وهذا الماكرو رابديس اورنيتوغاستر راه كيعيش في البي اش، واخا يكون واحد كيعيش، ولكن هو غاناس، فهمتي؟ لدرجة الحرارة ديالو ديك 41 تما هذيك مخيرة تما فين كيتكاثر، وملي كيضرب لينا ديك الغلاف ديال ديك سميتو ديك ديال الجلفة الرقيقة ديال البروفونتريكيل كيقتلها. دونك هادي هي لافيش، هاد التصويرة هادي كتعبر على لافيش ديال هذا الكلاسيفيكاسيون، لأن هذا الماكرو رابديس تكلاسا بارمي بين من بين لي شامبينيون لي مكلاسين، لأن مكلاسين دابا شي 80,000 شامبينيون وتكلاسا بيناتهم، هذا في عام 2003، يعني الدراسات راه باقي جديدة وداكشي علاش سميتو.
سميتو كما قال سي حسن، راه صيفط واحد التصويره اللي فيها هذوك جوج لي بيروش، الطير راه كيبان لك جالس من بعيد من القفز، راه كتشوف الطير ملي كتشوفه كياكل، ولكن ديما الخمول والكسال وديما سد عينو ومكوبر حدا العلافه وداكشي، كيبان لك خصك تقلب الطير ديالك. الطير ديالك التقليبه الثانيه وهي كتشوف ليه البراز ديالو، ملي كتشوف البراز ديالو فيه دوك لي جران ما مطحونينش، الحبوب ما مطحونينش، هذا العلامات الثانيه. من عاوتاني كتشوف ليه المعده ديالو، ملي كتشوف الكرش ديالو، ملي كتشوف ديك القنصه كتبدا تدور، عارف بلي ان راه الميغا باكتيريوز هذيك اللي ضرباتو، والطفيلي المسبب لها كما قلنا هو الماكرو رابديس اورنيتوغاستر. بالنسبة للوقاية، الوقاية كما قال سي حسن، الوقاية ديال هاد المسائل هي لأنه هو هذاك راه عايش تما، عايش في البروفونتريك. الوقاية هو خصو البي اش ديما يكون نازل، ديما يكون نازل ديك تلاتة جوج، باش كنعاونو حنا داك البروفونتريكير، كنعاونوه بالخل ديال التفاح. هذاك الخل ديال التفاح بنادم يعطيه جوج مرات، مرة في سيمانة، مرة في جوج مرات في سيمانة، راه ما كاين مشكل. يعني باش تقدي تيكيليبري ليه ديك الحموضة ديال سميتو. المشكل اللي بغيت انا نقول لكم هنا، بلي ان القضية ديال البروفونتريكيل ملي كيكون مريض كيوصل حتى لسبعة. البروفونتريكيل بي اش ملي كيوصل البروفونتريكيل سبعة، يعني هاد الميغا باكتيريوس كتسبب بزاف ديال الأمراض في المصارن، لأن ملي كيكون سبعة راه كينزل الصورة، ملي كي البي اش ملي كينزل المصارن عاوتاني كيطلع، لأن كاين الإفرازات ديال البنكرياس وديال داك الصفراء ديال الكبدة، هادوك عاوتاني هادوك بازي كيزيدوا واحد شي شويه باش يطلع البي اش. دابا هي سبعه راه غتطلع لثمانيه، وملي كتطلع لثمانيه كيبان عاوتاني دوك الطفيليات بحال الكانديدوس لي كانديدا البيكان اللي كاينين في المصارن، غيبانو غادي يطلعوا، لانهم حتى هما دي شامبينيو عايشين تما، اوبورتينيست حتى هما انتهازيين كيتسناو هذيك الفرصه ديال يطلع البي اش وهما باش ينوضوا. وهذا ما كان يعني السبب ديال هذا، السبب ديال بزاف ديال الامراض ديال النصران، راه تقريبا كتجي من البروفونتريكيل. هذاك الشيء علاش كنديروا الخل التفاح وكنسميوه ان ريغيلاتور ديال البي اش ديال الجهاز الهضمي. الاخوان دابا غادي نشوفوا العلاجات، العلاجات ديال باش نعالجوا هاد الطفيلي. الطفيليات في جميع الاحوال كيتعالجوا بواحد المادة، هذيك المادة هي الانتيفونجيك، لأن الطفيلي دابا الطفيليات بزاف هما راه تقريبا عندهم نفس العدوى، الضربات ديالهم كتكون بحال. العلاج تقريبا كيكون بليزانتيفونجيك، ليزانتيفونجيك كتار بزاف، كاين بزاف، ولكن اللي تختاروا اللي تختاروا تختاروا كاينين واحد الربعة، الربعة هما اللي تختاروا من هاد لي زانتيفونجيك. ودابا غادي نبداو نلوحو في التصاور ديال هاد لي زانتيفونجيك اللي اختارناهم وغادي نهضروا عليهم. زيادة على الشيء اللي قال الأخ لال، بالنسبة للوقاية كما قلنا كنحاول المسببات اللي كيديو لنا بهذاك الطير باش يوقع في البر كنحاول نجنبوهم، بحال دابا ما نلقاوش نعطيو قوت الزراريع ودوك الماكلة اللي فيها الدهونيات بزاف والزراعة الكحلة السوداء بزاف، يعني هي اللي كتسبب هذه المشاكل. كنحاول نبعدوا منها مره في السيمانه جوديه ديال درهم راه بارك عليه، وكنبقاو نعطيو مره تفاح، مره بروكلي، مره جرجير، مره خيار، ماشي يوميا ولكن مره، وكنمنكو يومين نعطيو حاجه ثانيه اخرى، مره باسي، مره زرع، وكنضربوا على 15 يوم داكشي منوع، ومره مره واحد يومين ثلاثه مرتاح، ومره خيار. راه اش كان الخيار الخوز داكشي راه كله من لي ريجيم، ما فيهم حتى شي حاجه دهنيه، ديما كيبقى الفرخ صحيح ومنوع والزون الماء دائما، وكتلقى واحد التنويع ديال كدير ليه واحد بروجرام وما تكثرش ليه، دائما 2 غرام ونص 3 غرام ديال هذاك ديال ديك الحبوب ديال الميلانج اللي تصاوبوا ليه. المهم هذا داعي داكشي باش نهضروا داك موضوع اخر، ولكن دائما مره واحده ولا 2 مرات في السيمانه ما نكثروش، ديك تاع ليفه ديال الدرهم ولا النص ديالها بركه باش ما يبقاش ديما الطير ديما صحيح. هذا هو اللي كاين. وكنزيدوا خل التفاح، دائما خل التفاح من احسن اللي كان طبيعي، هذا ديما كنعقل نعطيه 2 مرات في السيمانه، احسن 3 اللي بغينا، راه مخير راه مخير.
يعني دائما تيبقى يقاد لنا ديك الحموضه وداك الشيء في المعده في البريفونتريكين، وما كيبقاش عندنا هاد المشاكل وما كيسببش لنا هاد المشكل هذا. بالنسبه زيد على شيء التفاح، التفاح هو التفاح راه تقريبا كيعبر داك البياجي كتلقاو فيه 5 ديغري، هو راه مخير المشروع ديال التفاح راه مزيان. وبالنسبه للزعتر والثومه هما راه مزيانين، هما تيكادوا ديك لا فلورنتينا هما راه مزيانين، راه مخيرين هما، نقول نعطيهم مره مره. تبارك الله على السي حسن، يعني نصيحة جد مهمة، راه المنوعات ديال الماكلة، يعني بنادم ينوع للطير من الفواكه، سمعوا مزيان، الفواكه والخضار والورقيات والحبوب، هادو راه خص بنادم ينوع، لأن كيولي الطير عنده واحد ليكيليبر، واحد التوازن حميضي قاعدي، يعني واحد ليكيليبر اسيدو بازيك في الماكله ديالو، لان الماكله حتى هي راه فيها هاد المسائل، يعني كيولي عنده هذا. ومن غير هاد الشيء كما قال السي حسن، كنزيدو خل التفاح مره مره كوقايه، وكنزيدو الاخوان كنزيدو دوك لي بروبيوتيك، دوك البكتيريا، البكتيريا اللي هي بحال دوك لي لاكتوباسيليس اللي كتلق لينا، هي من دوك البكتيريا اش كتطرى ليها، ملي كتخدم هي كتلاق لينا ديك الاسيد، وهذوك اللي كيطلقوا الاسيد هما دوك لي لاكتوباسيليس اسيدوفيليس، يعني كتلاق ليك الاسيد، هما قول كاع لي بكتيري لاكتيك تقريبا راه مزيانين، لان ملي كيخدموا كيبداو يطلقوا كي اسيديفيو لينا داك الميليو فاش يعيشوا لنا ديك البكتيريا النافعه ديال الاخوان. هي ديك هذه الصوره هذه تعبر عن ديك اللي كنا اللي كانوا كيسميوها الميجا بكتيري، وتقلبات ليها السميه ولات هي راه طفيلي، راه العبار ديالها كتشوفوا قداش هي راه كبيره بزاف على البكتيريا الاخرى، هي كبيره بزاف على دوك البكتيريات الاخرين، ولكن هذا راه طفيلي سميتو ماكرو رابديوس، راه هذيك التصويرات كاينين 4 تصاور تما مصورين بداك الميكروسكوب اوبتيك. تبارك الله على السلال. وكما قلنا بالنسبه للعلاج، كاين في الاول اللي ما كان في الاول في الامر قبل ما ندوزو الانتي فونجي، هذاك الدواء اللي غنهضروا عليه ان شاء الله من بعد، خل التفاح، كان خل التفاح كيدار يعني كيدار في الماء، يعني كاين هو خل التفاح كيتباع في البارافارماسي فيه 5 دوغري، هذا كيتشرى وكدار منه 20 مليلتر في اترو ديال الماء وكتعطى للفراخ، كيحاول كتجيب لنا النسبه ديال البي اش كيجينا 5 دوغري تقريبا. ولكن هو من الاحسن خل التفاح دائما ما نكرهوش، خصو يتعبر بدوك ديال السريمون، كاين دوك لي زيتيكات ولا كاين داك السريمون اللي تيعبر ولا في شي لابوراتوار، من الاحسن خصو يتعبر، لان الا ما كانش فيه 5 دوغري حنا ديك النسبه ديال الحموضه باش غادي نحاول نقادوها كما كيف ما عند الطائر كيكون صحيح سليم، يعني كتكون فيما فين جوج ولا ثلاثه باش نرجعوه لهذاك ليطا نورمال، خاصنا نعطيوه 5 دوغري باش يبقى مره مره تهبط ديك الحموضه اللي عاليه ماشي باش تهبط تقاد ليه. الا كنا كنعطيوه شحال عاليه كنزيدو نخرجوا على الطائر. يعني دائما بالنسبه لخل التفاح راه مفيد مخير، ولكن خصنا نعبروا اللي تعبر، يعني لي زاستري ممكن عندنا يعني وسائل باش نعبروا خل التفاح ونعطيو سميتو سميتو الطائر، راه كيجي افيكاس، يعني على حساب اللي كان يلاه بادي 10 ايام 15 يوم يقدر يمشي حتى شهر شهر وزياده، هذا هو اللي راه مخير فعال، يعني كنديروا خل التفاح خصير يتعبر، هذا هو اللي كاين. زياده على خل التفاح كاين الماء القاطع، راه هضرنا على القاطع حتى هو 30% الماء القاطع في 30% كناخذوا من هذاك كنشريوه 30% يكون الماء القاطع، كناخذوا منه 10 مليترات كنديروا في 20 في 20 مليتر ديال الماء، كتولي عندنا في التحليله 30 مليتر، يعني ما بين 10 10 ديال الماء القاطع 10 مليتر ديال الماء القاطع و20 مليتر ديال الماء، كتولي عندنا فيها تحليل 30 30 مليتر ما بين الماء الخليط ديال الماء وسميتو والمقاطع، وعاد كنهزو منها غير 2 مليتر، هذيك اللي طرا فيها الماء والمقاطع، يعني راه نقولو خفيف وكنهزو غير 2 مليتر كنديروها في اترو ديال الماء، ومن داك اترو ديال الماء هي اللي كنبقاو نعطيو للطائر حتى كيصح، واخا قضيه صعيبه من كتبع المقاطع ولكن كنهزو غير الريحه. زياده على هادشي كاين ادويه اخرين، على شي كاين اورني فلور، هذاك هو راه فيه هو الماكسيم النافعه ومخير هذاك كوقايه وكعلاج، كنديرو كوقايه قبل ما نوصل المرض وكنعالجو به، غير هو خص يكون عندنا بورسي ديال كلشي لان ما كاينش كاين برا وكيجيبو الاخوان من برا. هذاك اورني فلور راه مخير، قبل نحكم الصوره ديالو. زيد على اورني فلور كاين كوميد ميجا باكس، حتى هو دواء كيتباعو، كاين ادويه كيتباعو خاصين، راه مره ماشي فلا بورسي ديال تو الموند، يعني راه برا الا خص شي واحد يجيبو لكم من برا. بالنسبه للاخوان دابا غنوصلوا الوقت، الا وصلنا للتريتمون اللي غادي نتريتيو واحد الطير اللي هو مريض، مريض بالميجا باكتيريوز، مريض بالميجا باكتيريوز يعني وصلت فيه واحد المرحله قبيحه. لي تريتمون اللي كاينين والادويه اللي كاينين كما قلنا، لي زانتيفونجيك، لي زانتيفونجيك اللي هذا كاينين بزاف، واللي اخترنا تختار لي زانتيفونجيك اللي داروا عليهم دراسات للطيور، للطيور
وهو لانفوتريسين بي. هاد لانفوتريسين بي هذه هي الأولى. كاين تاني حاجة هي لانيستاتين. غادي نلوح لكم التصويرة ديالها. وكاين الثالثة هي الفليكينازول هي الثالثة. والرابعة وهي الكيتو كونازول، ولكن الكيتو كونازول هي الرابعة، يعني ما كديرش واحد الخدمة خصها ديرها طويلة، خصك تطول مع الطير. حنا ما بغيناش هذاك، إليمينا هذاك لو كاتريام شوا وخدينا لو تروازيام. السلام عليكم. بالنسبة لهاد الأدوية، هاد لانفوتريسين بي وهاد النيستاتين، حنا راه دابا لانفوتريسين بي والنيستاتين هادي غير المواد الفعالة اللي في هاد الدواء، اللي في هاد جوج الأدوية هادو خويا. قلبنا عليهم في جميع الصيدليات اللي عندي أنا في هاد المدينة فاش كنسكن. اللي مشيت عندو كيقول لك هاد الشيء راه ما بقاش خدامين بيهم. بقى لنا الحل الاخير وهو داك الفليكينازول. الفليكينازول هو دابا سي حسن يلوح لكم التصويره ديالو، اولا نشوفوا اذا عندي شي تصويره. هذا هو الحل اللي بقى لنا وهو اللي استعملناه، وراه جربناه قبل ما نسميته، وراه عطى نتائج جد جد مهمه، بمعنى ان عطى نتائج في المجموعه. حنا كنهضروا على المجموعه تقريبا، اذا بغينا نديروا دوك لي ستاتيستيك راه تقريبا واحد 92% جابت نتيجه. اذا بغينا نديروا لي ستاتيستيك كاين بعض سميتو المهم جد فعال يعني، وهذا ما كان تبارك الله. هذا هو الدواء الفليكينازول اللي كنستعملو. راه كاين بزاف ديال الماركات يعني فيهم مادة ديال الفليكينازول. علاش دابا نجاوب لكم على السؤال الاول اللي طرحناه، علاش بالضبط الفليكينازول بور الميغا باكتيريوس؟ لان هذا هو الدواء اللي لقيناه هنا في السوق المغربيه. ما لقيناش لامفوتريسين بي، ما لقيناش ديك بانيستاتين، لقينا الفليكينازول هو لو شو اللي بقى لينا، ودرناه وعطى نتائج وتبارك الله عليكم. معكم تبارك الله على السعلال. بالنسبه للدواء بدينا بهذاك فونجيزون، هو اللي كان يعني في اوروبا ولكن حيدوه ما بقاش، وهذاك اونتي فونجيك. هنا من انطلقنا باش نقلبوا على شي ماده، على الادويه اللي فيهم اونتي فونجيك بحال فليكينازول كما اللي حنا دابا، وهذه الادويه دابا اللي تلاحوا دابا. وكاينين وحدين بحال فليكينازول، راه الاسماء هما كلهم كاينين، رحت واحد الصوره دابا اللي فيهم كاع بحال كاع اللي بحالهم بحال سميتهم بحال فليكينازول، اللي يقدروا يرومبلاسيو هذا الدواء هذا. بالنسبه للاخوان الفليكينازول راه استعملوا الاخوان بزاف وكان فعال بزاف، يعني ما كاين يعني مخير، يعني استعملوا العديد من المواليع وصدق مخير، يعني من يعطيني كان تلاح بتلاح هنا ان شاء الله في مجموعه وعطى نتيجه مخير، يعني في ظرف 4 ايام 5 ايام كيتشاف ان شاء الله الطير. وكما قلنا مني كنعطيوه الدواء ان شاء الله نكملوا شنو وراء الدواء هذا، ومنيت مع الدواء شنو خصو نعطيوه. دابا غادي ندوزو للمرحله ديال واحد المرحله اخرى، وهي العمل المصاحب للتريتمون اللي كنتريتو بالفليكينازول. يعني العمل اللي خصني نديرو من بعد ملي كنتريتو بالفليكينازول. الاخوان كتعرفوا ملي كتكون البروفونتريكول ملي كتكون طيبه، يعني ديك الجلفه الرقيقه ملي كتكون طيبه، ملي كتكون فيها ليميكوز، يعني راه بحال واحد الانسان الفم عنده طايب، عرفتي الفم طايب يعني، ولا حيد السنان ويدير لاباراي. دونك هذاك الماكله اللي خصو ياكل كيفاش خصها تكون؟ يعني ما خص تبدلي الماكله، ما غاديش ياكل داك الشيء قاصح، غادي ما يقدرش. دونك حنا باش تبرى لينا تجبر لينا ديك البروفونتريكيل، كي خص واحد الماكله اللي خصها تكون شي شويه رطبه، تكون رطبه وسريعه الهضم، باش حتى داك لوجيزي ديك القنصه ملي تبدا تعصر ما تحركش بزاف، باش ما تبداش تجبد لينا المسائل. يعني خص الماكله تكون رطبه، ويكون الاسيد هذا يكون خل التفاح في هذيك المرحله. من بعد التريتمون خص يكون مداوم تقريبا واحد السيمانات، باش الطير يحاول يستافد من هذوك المسائل. وعاوتاني حتى داك اذا الانسان الى لقى داك البروبيوتيك حتى هو راه مهم جدا جدا. وهادو هما اللي كنشوف انا داك الاعمال المصاحبه ما بعد هذا، ما بعد التريتمون ديال هذا.
التريتمون ديال من الفليكيناجور. الماكله كما كتعرفوا هي الطير ملي كيبدا يمرض وداك الشيء كيبدا كيزيد كيطور فيه المرض، ما كيبقاش يهرس حتى الزوان، ماشي داك لا فورس كتمشي ليه، راه معروف هذه القضيه. وكما قال لك طيب ما كيبغيش يبقى يهرس داك الشيء وكيجي داك الشيء صعيب. ومن الاحسن نعطيو شي حاجه اللي كاع اللي فيها الدهنيات نبعدوها، راكم عارفين بالنسبه للبيريلا راه رطبه كتهرس بالزربه، ويعني ما فيهاش الدهنيات بزاف، راه مزيانه، والزريعه ديال الخص مزيانه حتى هي. نحاول نعطيو شي حاجه رطبه، يعني شي حاجه اللي يقدر ياكلها ورطبه، مرسو ديال التفاح حتى هو كيعاونو مخير. وما نساوش شي بروبيوتيك بحال داك البروبيوزيم، بحال الا كان عندنا اورنيت او فلور حتى هو نعاونوه، راه مخير كاع دول كنعاو كيعاونو البكتيريا النافعه وكيعاونو الجهاز الهضمي باش يخدم، يعني لا فلور انتستينال ترجع في الطا ديالها نورمال، هادو كاع مخيرين. ونحاول ديما نعطيو شي ماكله اللي رطبه وما ما تضرش الطائر، ما يكونش فيها الدهنيات بزاف، فيها البروتين هذا هو اللي كاين، البروتين باش كاع الطائر يبقى واقف وما يمرش لينا وما تضروش، يعني بالماء تقاد ليه بي اش ديالو في البريفون تريكينغ. ما الاخوان بالنسبه لهادو راه كاع فيهم بروبيوتيك، وبروبيوتيك على كل واحد كيختلف، كاين اللي فيه مواد اخرى، فيه من زاسيد اميني، فيه فيتامينات، فيه اوليغو اليمون، هادو كاع مخيرين، هادو راه يعني كاع مخيرين، وهادو بلا مر بلا والو يبقاو تعطيو دائما للطائر مره في السيمانه، راهم مخيرين. تفضل الاخوان. ونزيد واحد الحاجه اخرى ثاني، غير بالنسبه للدواء فليكينازول، فليكينازول راه هي لا موليكيل، وكاين ادويه بزاف الشركات تختلف بحال ميكو فلي، كاين ادويه اخرين يعني اسماء اخرى، ولكن الموليكيل هي فليكينازول، راه كيتعدوا بزاف، يعني كاين في الصيدليه كتمشي تعطيني فليكينازول كيعطيك بزاف الماركات، يعني الشركات مختلفه ولكن الماده راه وحده، لا موليكيل اللي كتخدم هي فليكينازول. فنلوحكم على التصاور ديال فليكينازول باش يعقلوا من الاخوان ونكملوا ان شاء الله. تبارك الله على السي حسن، تبارك الله عليك على لي بروبيوتيك اللي لحتي. كنفضل الاخوان اللي غادي يتريطيو بالمسائل، هذاك البروبيوتيك يحاول يكون فيه واحد شي شويه ديال الفيتامينات كما قلت سي حسن، هما ودوك لي زاسيد امينين راه هذوك راه مزيان. علاش؟ لان الطير ملي كتكون في كيدوش في ديك المرحله ديال الميغا باكتيريوس كيضعف يعني ما كيتنفعش من ديك الماكله ديالو. الور الا كان داك البروبيوتيك كما قلت لكم فيه هاد المواد دوك سميتو دوك لي فورتيفيون ولا دوك لي كومبليمون اليمونتير بحال لي فيتامين وهاد الاملاح المعدنيه، راه مزيان بزاف، مزيان مزيان بزاف باش الطير يتشوف يبدا يمتص شي شويه باش ترجع ليه ديك الحيويه ديالو ويعمر شي شويه. وهذا المكان ملاحظه اخرى الاخوان، هاد الفليكينازول اللي تجرب اللي جربوا الاخوان ودرنا به لي زيسي، وهذا راه خصو يكون فيه 150 ملي غرام ديال الماده الفعاله، راه كاينين بحال لي فليكينازول اللي فيه غير 80، ولكن حنا هذاك اللي جربنا راه جربنا بداك اللي فيه 150 ملي غرام، هذا غالي التوضيح. السلام عليكم. زياده على شي هذا الشيء ديال على حساب لا دوز اللي قال الاخ علال، هو راه فيه 150 ملي غرام كما قال، ماشي ديال 50 ودير 100، لانه لا دوز حنا كنشدوا كابسيل وحده كنقسموها على اربعه وكنعطيوها على اربعه المرات، هذا هو اللي كاين. بالنسبه لهذا الدواء هذا يعني راه كان فعال وخدم مزيان. وزياده على شيء يعني بالنسبه لهذا الدواء هذا يعني كان يعني كانت فيه يد لجميع الاعضاء اللي كانوا معنا، كان الاخ عبدو اللي في ايطاليا، سعلال وعبد ربي، وكان تاع الاول من جربه هو سي عبد الرافيع، كان هو مني صبنا حنا الدواء في ليكيلازول، عبد الرافيع شرا في ايطاليا كان ليش محتاج ليه، كان عنده واحد الطير وهو اللي جربه. وبالنسبه لادوز كنت تشاورنا يعني على حساب لادوز وخدم به وصدق، ومن تما انطلقت المسيره ديال الدواء هذا. بالنسبه للتعريف وتبارك الله على الاخوان. السلام عليكم الاخوان، الشكر الجزيل لك ود السي حسن والسي عبد الرافيع والسي عبد الله على المجهودات اللي درتو، لان راه كون ما كنتوش نتوما راه ما يعني هاد الفليكينازول ما كانش غي يسميتو، وراكم نقدتو بزاف ديال التويرات، الله يجازيكم بخير والله يجعلها لكم في الميزان الحسنات ديالكم. وعلى ايين زعما راكم قايمين واحد المجهود جد 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 جبار، تبارك الله عليكم، وكيعود الفضل لكم. انا كنعاودها كنعاود تعبير، راه كيعاود لكم نتوما الفضل في هذه المسائل هادو، تبارك الله عليكم، ومزيدا من التألق ان شاء الله يعني في هذه المسائل هادو، تبارك الله عليكم.